في كل مكان. هكذا الانطلاقات متواصلة مع هذه التحديات وتنافس سن الكبار مع الحول والزمول في هذا اليوم. هكذا يسير مع هذه اللحظات الشوط الرابع عشر المخصص للحول المهجنات الأصايل، وهو آخر أشواطنا في هذا اليوم، حيث نسير مع هذا الشوط متمنين التوفيق لجميع الأخوة المشاركين المنطلقين الباحثين عن الناموس والانتصارات في هذا الشوط إلى المركز الأول وإلى المقدمة. انطلقت مشغلة سليم بن مسلم بن غزول العامري الذي يقدم مشغلة على المركز الأول، بينما في المركز الثاني متابعتنا إلى القادمة في هذه اللحظات. المركز الثاني سامرين محمد بن سالم بن محمد بن غماض الراشدي الذي ياتينا بهذا الاداء، بينما في المركز الثالث هناك الوصول في هذه اللحظات على الانطلاق القادم مع هذا الاداء وهذه اللحظه. تقدمت ريسه هنا قادمه في هذه اللحظات سيف خلفان بن طويرش الاكتبي، بينما في المركز الرابع نتابع الوصول في هذا الانطلاق المتقدمه مع هذه اللحظه هنا الا وهي منصوره غلام الله بن نوح بن احمد البلوشي الذي ياتينا بهذا الاداء، بينما في المركز الرابع متابعتنا إلى فوارس. هنا فوارس تقدمت نعم على المركز الخامس بهذا الأداء الجميل وهذا الحضور، وهملولة طويرش بن عبد الله بن حلوس العفاري المركز السادس. ننتقل ونتابع الوصول من قبل براقة محمد بن حمد بن سعيد المنصوري، وسابعا هناك في هذا الانطلاق ألا وهي القادمة براقة محمد بن حمد بن سعيد المنصوري المركز الثامن. الوصول من الواصلة راشد بن عبيد بن هلي الهاجري الذي ياتينا بهذا الاداء، تاسع المراكز الشايبه سعيد بن سالم بن غصنه العامري، بينما في المركز العاشر هناك التقدم من الحذره خليفه بن سلطان بن رشيد السويدي يقدم لنا الحذره. هنا النتيجه للعشر المراكز الاولى المنطلقه الباحثه عن الجديد في هذه الانطلاقه وتحديات الحول المهجنات الاصايل. نرجع من جديد لكي نتابع الصدارة والتحديات مع هذا الشوط على المركز الأول. من تقود المشاركين؟ من أعلنت حضورها مشغلة؟ هذه مشغلة سليم بن مسلم بن غزول العامري ياتينا باسم مشغلة على المركز الأول، أحد السلالات المميزة في هذا الشوط، بينما في المركز الثاني المتابعة إلى انطلاقة سامرين محمد بن سالم بن محمد بن غماض الراشدي الذي يطلق لنا هذا الانطلاق. المركز الثالث بدأ التقدم في هذه اللحظات، هناك هملولة متقدمة طويرش بن عبد الله بن حلوس العفاري يقدم لنا هملولة. المركز الرابع على السياق الخارجي رئيسه سيف بن خلفان بن طويرش الاكتبي يقدم لنا هذا الأداء هنا في هذه اللحظات، بينما في المركز الخامس هنا الوصول في هذا الانطلاق من منصورة غلام الله بن نوح بن أحمد البلوشي الذي ياتينا بهذا الاداء، بينما في المركز السادس المتقدمه والقادمه بكل قوه في هذه اللحظات الشايبه شايبه بن غصنه سعيد بن سالم بن غصنه العامري يقدم لنا هذا الاداء، كذلك الوصول من براقه محمد بن حمد بن سعيد المنصوري يقدم لنا براقه، ايضا التدخل من الحذره خليفه بن سلطان بن رشيد السويدي ياتينا بهذا الاداء.
هذا هو الشوط المميز الذي يحمل لنا هذه الأسماء اللي تشكل الخطورة من خلال الأداء الذي نتابعه في هذه اللحظات. أسماء قوية، أسماء مميزة تقدم لنا هذا الأداء هنا في هذه اللحظات. أرى أيضا الاسم القادم في هذه اللحظة مراسيل غانم بن علي بن حمودة الظاهري، الشعار الاقتصادي بدأ يتقدم مع الصفوف الأمامية في هذه اللحظات ومع الشعارات المتقدمة. ولكن أين مشغلة؟ أين مشغلة وتحدياتها؟ ولكن هناك التغيير الذي طرى وجرى مع سامرين. سامرين غيرت إلى المركز الأول، هذه هي سامرين تنطلق بالمركز الأول. محمد بن سالم بن محمد بن غماض الراشدي الذي يأتينا بهذا الأداء. وهذه اللحظات المثيرة بينما في المركز الثاني مشغلة تحتل المركز الثاني بهذا الأداء الجميل. سليم بن مسلم بن غزول العامري يقدم لنا انطلاقة مشغلة في هذه اللحظات. ما شاء الله، هنا نتابع التحديات ما بين الثنتين حتى الآن والأسماء القادمة، الأسماء القادمة في هذا الانطلاق، في هذا الحضور، في هذا الوجود. وصلت هنا الحذر، هذه هي الحذر متقدمة خلف خليفة بن سلطان بن رشيد السويدي يقدم لنا انطلاقة الحذر. أحد ممثلي قميرة يأتينا بهذا الأداء. المركز الرابع هناك الوصول بهذا الانطلاق. وفي هذه اللحظات منصورة غلام الله بن نوح بن أحمد البلوشي هنا تقدمت في هذه اللحظات. براقة محمد بن حمد بن سعيد المنصوري، غانم بن علي بن حمود الظاهري يقدم لنا هذا الأداء، يقدم مراسيل في هذه اللحظات. أيضا أرى الانطلاق القادم من المتقدم اليازي محمد بن ناصر بن محمد بن ناصر الشنقل يقدم لنا اندفاع اليازي في هذه اللحظات الرائعة والمميزة. أيضا أرى الوصول كذلك القادمة الحنيورة عبيد بن خادم بن محمد الرميثي يقدم لنا هذا الاسم. على الزاوية الأخرى تقدمت في هذا الانطلاق زلان راشد بن حمد بن ضعيف الكتبي الذي يأتينا بهذا الأداء. شوفوا 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 الأسماء القوية القادمة من الصفوف المتأخرة في هذه اللحظات إلى الصفوف الأمامية إلى التحديات الأولى. ما شاء الله تبارك الله، إلى أين سيذهب هذا الشوط بتحديات هذه الأسماء العملاقة في هذه الرياضة؟ نرجع مشاهدينا ومتابعينا الكرام إلى التحديات الأولى، إلى الانطلاق الأول. من أعلنت الحضور على المقدمة والصدارة؟ ما شاء الله تبارك الله، الانفراد مع هذا الاسم في هذه اللحظات على المركز الأول على الصدارة الأولى. انطلقت بالمقدمة هملولة طويرش بن عبد الله بن حلوس العفاري هنا يقدم لنا هذا الاسم. مشغلة على المركز الثاني بدأت بالتقدم سليم بن مسلم بن قنزو للعامري. هنا التحديات، هنا الانطلاق المتميز ما بين بن قنزول وما بين بن طويرش العفاري في هذا الأداء المتميز. نتابع الثالث بدأ الانطلاق من مراسيل. غانم بن علي بن حمودة الظاهري يتقدم مع مراسيل. المركز الرابع الحذرة، خليفة بن سلطان بن رشيد السويدي يقدم لنا الحذرة. المركز الخامس التقدم من اليازي محمد بن ناصر الشنقل يأتينا بهذا الأداء هنا في هذه اللحظات. هنا بدأ الانطلاق،
الحنيورة، الحنيورة قادمة، عبيد بن خادم بن محمد الرميثي يقدم لنا الحنيورة. أيضا هناك التقدم من انطلاقة الضبية، الضبية خليفة بن علي بن سالم بن راشد الاكتبي يقدم الضبية. هناك الوصول من طليعة سهيل بن أحمد بن دري الفلاحي يأتينا بهذا الأداء الجميل ما شاء الله. أيضا أرى الوصول كذلك من الشاهنية محمد بن زايد المنصوري، ولكن هنا الكيلو المتر الأخير بمحاذاة غابات الوثبة بدينا ندخل إلى أجواء الكيلو المتر الأخير، ولكن العفاري الذي يأتي بهذا الأداء الجميل ليقدم هملولة يا حيك وحيها بهذا الأداء الجميل يا بن طويرش على هذا الأداء. أرى القادم بن رشيد، خطير بن رشيد خليفة بن سلطان بن رشيد السويدي يقدم لنا الحذرة غيرت الحذرة. مراسيل بن حمودة قادم، مراسيل غانم بن علي بن حمودة الظاهري في هذا الأداء الجميل. أنا تابع التحديات الأخيرة مع بن رشيد وإبداعاته، مع بن رشيد وتحدياته. الفوز الثاني على التوالي بعد هملولة مع الحذرة. سلام بن رشيد، سلام جميرة، سلام تهانينا والناموس إلى خليفة بن سلطان بن رشيد السويدي على فوز الحذرة بالمركز الأول. المركز الثاني هنا مراسيل غانم بن علي بن حمودة الظاهري، المركز الثالث يذهب إلى براقة محمد بن حمد بن سعيد المنصوري، بينما في المركز الرابع يذهب إلى الشاهنية محمد بن زايد المنصوري، والمركز الخامس هناك من احتل المركز الخامس الضبي عبد الله بن محمد بن كردوس العامري. تابعنا هذه التحديات مشاهدينا متابعينا الكرام بالأداء حتى اللحظات الأخيرة، وانتزعت المركز الأول الحذرة بهذا الأداء الجميل وتحديات مميزة قدمتها الحذرة. تهانينا والناموس إلى خليفة بن سلطان بن رشيد السويدي على فوز الحذرة بالمركز الأول، قدمت لنا هذا العرض الممتاز. هنا التوقيت المتسجل في هذه اللحظات 12 دقيقة و50 ثانية جزئين من الثانية. تهانينا والناموس إلى خليفة بن سلطان بن رشيد السويدي على فوز الحذرة بالمركز الأول، التوقيت الأفضل والأجمل في هذا اليوم. تهانينا لك يا بن رشيد على هذا الفوز. بينما في المركز الثاني كانت على المركز الثاني الثاني هي براقة محمد بن حمد بن سعيد المنصوري، حيث سجل التوقيت ونقدر 12 دقيقة 51 ثانية 9 من الأجزاء من الثانية. تهانينا والناموس المركز الثالث كان من نصيب مراسيل غانم بن علي بن حمودة الظاهري، حيث قطعت المسافة في توقيت وقدرة 12 دقيقة 51 ثانية 9 من الأجزاء.